السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. حلقة الليلة نقسمها لمحورين، في الأول نتحدث عن إصابات كورونا والارتفاع المستمر في نسب الإيجابية، وفي الثاني نبحث الجدل حول التعديلات الدستورية. في المحور الأول، تداعيات ارتفاع إصابات كورونا، أهمية وجود قرارات للتعامل مع هذا الأمر، أم علينا أن نتعايش مع النتائج أيا كانت؟ هذه التفاصيل نناقشها الليلة مع ضيفي الدكتور منتصر البلبيسي، استشاري الالتهابات الميكروبية. دكتور مساء الخير، أهلا بك في نبض البلد. مساء الخير دكتور. اليوم الإيجابية في عدد الإصابات لم يرتفع إن صح التعبير، مع أعلى رقم سجل في هذه الموجة 3441، لكن نسبة الإيجابية ارتفعت إلى 8.2%. هل من داع للقلق من وجهة نظرك؟ نعم، يعني هو ما يقلق ليس فقط الوصول إلى أكثر من 8% إيجابية، إنما استمرار ارتفاع الإيجابية يعني من أسبوع لآخر. كنا تحت 5، صرنا هلأ 8%، فواضح بأن هناك انتشار مجتمعي واسع وموجة جديدة من الكورونا. يعني أكثر من 33,000 حالة نشطة، يعني هذا شيء مقلق. نعم، تعتقد أننا دخلنا في موجة جديدة وهذا يعني أقصى ارتفاع لها، أم أن الارتفاع سيبقى مستمرا؟ يعني نحن الآن في يعني جانب الارتفاع، يعني الحالات من أسبوع لأسبوع ترتفع، كانت 1,000 2,000، هلأ صرنا بال3,000، فمن الواضح بأن هناك استمرار في الارتفاع ما لم يعني تتخذ الإجراءات التخفيفية قليلا. طيب دكتور، الإجراءات التخفيفية، وأنا بدي أسألك بكل صراحة، اليوم الحديث شعبيا وهناك يعني، خليني أحكي أسمي الأمور مسمياتها، هناك شائعات تقول أن نعود لحظر الجمعة، أن نعود لحظر السابعة مساء، أن نعود لتقليص ساعات التجول. هذا كله رغم التأكيد الحكومي اليوم على لسان وزير الإعلام بأنه لا عودة وسنواصل فتح القطاعات. وجهة نظرك، مثل هذه القرارات هل ستسهم بأي شكل من الأشكال في تخفيض أو خفض نسب الإيجابية في الفحوصات وتقليل الأعداد؟ يعني هاي الإجراءات الهدف منها الحد من اختلاط الناس، ولكن هناك يعني حاليا ضعف في الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، يعني مش عم نشوف مراقبة، مش عم نشوف عقوبات، وهناك أيضا جانب بيعني العزل، ذهبنا من العزل المؤسسي للعزل المنزلي إلى العزل الافتراضي. الآن لا أحد يعزل، يعني المفروض أن نستمر بعزل المصابين 10 أيام والمخالطين بحجرهم 5 أيام ثم فحصهم. حتى في المدارس يعني ما نسمعه أنه لا يوجد، يعني إذا ولد انصاب بالصف، الصف ما بيروح، ما بتحول عن بعد، ولا بنفحص المخالطين. يعني فتوح المدارس وضعف التطعيم في المدارس لا شك حاليا هو يعني احد يعني سيقان الجري في هذا الوباء. والساق الاخرى ايضا ضعف التطعيم، يعني احنا وصلنا 35-36%، لا يزال امامنا يعني شوط كبير للوصول الى المطلوب وهو 75%. في 40% من السكان هلا لازم يتطعموا والا سيصابوا، ونرى ان 90% من المصابين في المستشفيات الحالات الخطرة والمتقدمة 90% منهم، 9 من كل 10 من اللي بدخلوا المستشفى غير مطعمين. فيعني هناك إجراءات كثيرة يعني لابد من الدخول فيها بجدية. دكتور، هل أنت مع العودة لملف الحظر وتقليص الساعات؟ وأنا أسألك هنا بصراحة ورأيك الطبي اليوم بعد التجارب العالمية وبعد ما نشاهده في العالم، هل هذا الخيار لا زال مطروحا طبيا، أم أن على الجميع التعامل مع فيروس كورونا بضرورة أخذ اللقاح والارتداء الكمامة والالتزام لغايات استمرار الحياة على طبيعتها إلى حد ما؟ يعني حاليا لا داعي للحظر بوجود المطاعيم. يعني احنا شو اختلف السنة عن السنة الماضية؟ وجود المطاعيم وتوفرها بالأردن بشكل كبير، والمطاعيم تعطى مجانا، هي مش مجانية، جوز حق الطعم 80 يورو، وقد يأتي اليوم يعني الذي يشتريه الناس من الصيدليات بما يقارب 100 دينار، الآن يعطى لنا مجانا. فتوفر مطاعيم ممتازة فعاليتها عالية، حتى توفر مطاعيم للجرعة الثالثة المدعمة
التي أدعو كل الناس أنهم يأخذوها اللي طعموا، وأيضا أدعو من لم يأخذ الطعم أن يسارع بأخذ الطعم، وأن يعطوا الأطفال من سن 12 سنة وطالع. أثبتت الدراسات بأنه مسموح تطعيمهم وآمن، وتطعيمهم مفيد جدا. هدول بروحوا على البيوت بيختلطوا بأهاليهم، بالمدرسة بيختلطوا اختلاط يعني مع زملائهم، فحرام يعني ليش احنا بدنا نضحي في أولادنا؟ يعني هذه السن هي التي تأخذ المطاعيم عادة، فلا بد يعني من اتخاذ خطوات. مثلا يعني ما فيش مدرسة بتقبل طفل مش مطاعم ضد الحصبة أو ضد أبو دغيم، فيعني ممكن جدا إجراء يعني تطعيم كل أطفال المدارس من سن 12 ل 18 أسبوعين ثلاثة. هاي إجراءات ستحد يعني من الارتفاع. لكن دكتور اسمح لي أقاطعك، هناك من يقول أن هذا خيار ولي الأمر، وولي الأمر له الحق بالاختيار. إذا في أولياء أمور مش ماخذين اللقاح، كيف نجبر الأبناء أو كيف نقيم حملة للتطعيم في المدارس وتكون إلزامية كحملة التطعيم الإلزامية الموجودة في السنوات الأولى للأطفال؟ نعم، هي نفس الفكرة، يعني إلزامية المطاعيم في السنوات الأولى لأنها تشكل خطر على الصحة العامة. وإحنا لما كنا صغار في المدارس علمونا أنه تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. فالمشكلة بهذا المرض أنه معدي للجميع، والفئة المستهدفة هي الجميع، الفيروس يستهدف الجميع. فيعني ما حدا رح يلزم حدا، ولكن النصيحة الطبية للجميع أن يأخذ المطاعيم بأسرع وقت ممكن، وأن لا يحرم أطفاله من الفرصة بأخذ المطاعيم. هناك ملايين الأطفال بأفريقيا وأماكن أخرى ليس لديهم الفرصة للتطعيم، احنا لدينا الفرصة وعلينا أن نستغلها وأن نستغلها الآن. طيب دكتور اليوم، وأنا بدي أسألك سؤال صريح وواضح، اليوم الحديث عن أنه لا هناك ضرورة لإلزامية اللقاح، تتفق تختلف مع ذلك؟ أنا أتفق مع ذلك، يعني لأنه صارت الحالات تهدد يعني استمرارية التعليم، استمرارية الحياة بطبيعتها، الخسائر يعني التجارية والاقتصادية الكبيرة، وقبل كل هذا يعني الوفيات، يعني رحم الله 11 ألف واحد توفوا حاليا، يعني 730 مريض يقضون على سرير الشفاء بإذن الله في العناية المركزة، ونسبة الوفيات هنا كبيرة. فيعني آن الأوان بأن يعني نوازن الأمور بإلزامية التطعيم. يعني إذا لم نلزم الناس بالمطاعيم الآن فمتى؟ طيب هناك من يقول أنه يعني لابد لنا أن نستقي من تجارب العالم. النمسا حضرت كل من لم يتلقى اللقاح، تؤيد ذلك حتى لا يكون يعني هناك إغلاق شامل وإغلاق كامل وعودة للحظر الذي قلت أن لا داعي للعودة له اليوم؟ نعم، يعني الاتجاه العام حول العالم بأنه اللي أخذوا المطاعيم هم بأمان نسبي، يعني إصابتهم أقل وإصابتهم يعني وأعدادهم أقل، وحتى نقلهم للعدوى أقل، كمية الفيروس اللي إذا انصابوا بتطلع أقل، لكنهم معديين طبعا وعليهم أن يعزلوا أنفسهم إذا أصيبوا. الناس اللي مش مطعمين يعني حول العالم حتى بجوز الطيران يصير لا يسمح بالمش مطعمين، يعني لنقتنع بأن هذا هو القادم ونأخذ المطاعيم الآن ونحمي أنفسنا ونحمي أهلنا وجيراننا وطلابنا إلى آخره. طيب دكتور اسمح لي أظني في ذات السياق، واليوم بنقول أنه هذه الموجة لا تزال في تصاعد، وكان لدينا دراسات تقول أن الأرقام سترتفع من 2500 إلى 3000، واليوم نحن نتجاوز هذا الرقم. هل نتوقع المزيد والمزيد من الارتفاع في الإصابات في الفترة القادمة، أم أن ما تم من إجراءات منع بيوت عزاء وجملة الإجراءات الحكومية إعادة متابعة من هم معزولون، هل هذا الأمر قد يخفض الأرقام في قريب عاجل منظور؟ قد يخفض حدة الارتفاع. مشكلة هذا الوباء أنه يرتفع بشكل تصاعدي مش بشكل ثابت، فالآن هو ماشي يعني على هدوء 2000 3000، فجأة حنلاقيه طلع صار 5 و6 و7 آلاف. هلأ لو ضل على نفس الوتيرة الحالية بعد أسبوعين رح يصير عندنا 70 ألف حالة نشط،
يعني الأمور، ومررنا بهذه التجربة بسرعة، يعني يخطف الأمور الفيروس وينتشر. فيعني لابد من الجدية الآن، كلما تأخرنا في الإجراءات كلما كان الوباء أسوأ وكانت الأرقام أعلى. صحيح في ناس كتير مطعمين، بس اللي مش مطعمين هن اللي راح يدخلون المستشفيات، هن اللي راح يموتوا. 43% نسبة إشغال يعني غرف العناية المركزة في إقليم الشمال، 43% يعني قرب على 50. فيعني لا نتجاهل وندفن رؤوسنا في الرمال، هو موجود وينتشر ويزيد وراح يوصل ل 5000 و6000، نأمل ألا يصل إلى أعلى من هذا. طيب دكتور، أنت طبيب وتعالج مرضى كورونا، وأنا هون بدي أسألك، هل لمست هذا يعني هل لمست عند الناس وعي ندم بعد الإصابة؟ هناك كثير من الندم، وخصوصا بين أهالي المريض، يا ريت الطعم. المريض نفسه بقول له طب أعطيني دكتور الطعم هلأ، لكن لا ينفع الطعم بعد وصول الفيروس إلى الرئة، يعني اللي بوقع بالبير صعب أنه يطلع. وخصوصا الآن يعني ما عندنا هذيك الأدوية القوية، يعني قرأنا عن دوايين، واحد لNSD وواحد لفايزر ممكن نحارب فيهم ونعطيهم للي بينصابوا، بس لسه ما وصلوا للأردن وهم في مرحلة التسجيل ولن يصلوا قبل شهر 2 أو 3. فالآن يعني حتى نحن كأطباء الأسلحة المعتادة في أيدينا غير ذي فائدة. فيعني نأسف لدخول كل مريض للمستشفى، نأسف لكل مريض يصيبه في تلف في الرئة وتليف في الرئة ويفقد القدرة على امتصاص الأكسجين ويتوفى بسبب أنه ما أخذ الطعم أو ما صح له الفرصة. طيب دكتور، وأيضا من باب الحرص على الناس، كان الحديث عن الكمامة ثم الكمامة ثم الكمامة ثم التباعد ثم التعقيم ثم التعقيم، واليوم هناك من يقول أنا في مقتبل العمر وإن أصابتني كورونا أنا سأخرج منها سالما معافى، لأنه ما بتأثر على صغار السن بذلك الأثر على كبار السن. والبعض يقول أن هذا الأمر طبيا اليوم، هناك دراسات تقول أن هناك أثار ما بعد الإصابة حتى لصغار السن. أسمع تعقيبك الطبي من خلال ملاحظتك الطبية المباشر. يعني ملاحظتي أننا بنصاب الشباب وثم بنصاب حدا من عائلتهم، ولا سمح الله بموت، الندم الشديد يعني اللي بعيشه في مدى الحياة. فيعني لا تكن أنانيا لأنك أنت بالعشرينات والثلاثينات، لأنه ما في واحد عم بعيش لحاله، نحن مجتمع مترابط، الكل مع أمه مع أبوه مع إخوانه، الأولاد في البيوت، يعني حفاظا على هاي يعني الطبيعة الاجتماعية الجميلة في حضارتنا. لابد أن كل شخص يحتاط بأنه ما يأخذ لبيته الفيروس، يعني جزء من التشاركية هاي أنه كل إنسان يعني يحمي أسرته من هذا. يعني لو كان الفيروس مرئيا لرأيت الناس يأخذوا الطعم فورا يعني ويلبسوا الكمامة باستمرار. فعلينا الآن يعني التأقلم بأنه هذا الفيروس غير مرئي، ينتقل عبر الهواء، لبس الكمامة يحمي، البس كمامتين إذا اقتضى الأمر، حتى لما بتحكي تليفون خليك لابس الكمامة، البسها يعني وغطي أنفك، الأنف والفم التنين لازم يتغطوا، تغطية واحد منهم لا يكفي. فيعني الفيروس لا يرى بالعين المجردة لكنه ينتقل عبر الهواء. فيعني لنحافظ على صحتنا وصحة أحبابنا وأصدقائنا بأخذ المطاعم ولبس الكمامة والتباعد. طيب ودكتور، مرة أخرى أود أن أسمع تعقيبك فقط للضرورة على من يصاب، أنهى إصابته، خرج سالما معافى من المرض بحمد الله، لكن هناك أثار جانبية للإصابة بكورونا، صحيح غير صحيح؟ صحيح، عم نشوف والله الكثير من الحالات، يعني في الكورونا هذا الطويل اللي بيصيبهم مثلا نوع من تشتت في الذاكرة، ضبابية في التفكير، آلام في الأعصاب، ضعف في العضلات، الرئتين تتأثر كثيرا، يعني حتى اللي عم بعيشوا عم ممكن إذا دخلوا الICU يصير عندهم تليف، وبتضل الرئة محدودة في قدرتها على التنفس. وحتى حالات الفطر الأسود، يعني شفت اللي فوق 5-6 حالات من الفطر الأسود اللي هو يعني يتكاثر في يعني الجيوب الأنفية للمريض
بسبب انه اخذ كميات كبيره من الكورتيزون بعد المرض، وبتلاقي بروح على البيت برجع بعد اسبوع او اسبوعين بالفطر الاسود بهاجم عينيه بنعمى بوصل للدماغ وبموت. شفنا ما لا يقل يعني في حالات موجوده من هذا الفطر وعلاجه محدود، يعني مضطر نشيل العين او نعمل جراحه للجيوب، جراحه يعني قاسيه. فهاي الاثار كلها حتى اللي بنفد من يعني الموت ممكن انه يستمر معه للاسف، يعني بنحكي هاي الاعراض او ترجع تهاجمه ويرجع يدخل المستشفى مره ثانيه. اضافه الى ذلك يعني التخثر، هذا الفيروس بيؤدي الى حاله من التخثر في الدم. في ناس سكر شريان الاجر واضطروا يفتحوا لهم اياه، وفي ناس سكروا شرايين او عفوا اورده الرئه وتوفوا اثر ذلك، او صابتهم جلطات في الساقين. فكل هاي المضاعفات الخطيره من هذا الفيروس يعني نتفاداها باخذ المطاعيم ولبس الكمامه والتباعد. يعني هلا وقت التباعد مش وقت، يعني خلينا نحكي يعني بصراحه الحفلات والتجمعات، يعني حتى التعليم ما بدناش يتاثر التعليم الوجاهي، يعني ما صدقنا رجعوا الاطفال على المدارس. فتطعيمهم الان اسبوعين ثلاثه من طعم المدارس بيستمروا بالتعليم في الشتاء بامان. نعم، أود أن أشكر كل الشكر دكتور منتصر البلبيسي استشاري الالتهابات الميكروبية. تحدثت عن لا داعي للحظر اليوم، الأصل في الجميع أخذ اللقاح ثم اللقاح ثم اللقاح، ومن بعده الكمامة، ومن بعد الكمامة التباعد الاجتماعي والتعقيم. كل هذا هو ما سيساهم في استمرارنا بفتحنا. الحكومة أكدت اليوم بعيدا عن كل الشائعات التي تسمع هنا وهناك والبحث عن الشعبويات هنا وهناك، لا عودة عن التعليم الوجاهي، لا عودة عن فتح القطاعات، والمطلوب منا جميعا هو الالتزام حتى نستمر بحياتنا شبه الطبيعية التي لم تعد كما كانت طبعا، ولكننا نرغب جميعا بأن تعود كما كانت، وعليه وجب الالتزام ثم الالتزام حتى نستمر قدما في العودة لحياة طبيعية. مشاهدينا، هنا وصلنا لختام هذا المحور.